تفضل يا ابو سعد الشيخ اسمعك. هلا هلا معك يا ابو سعد تفضل عدنا رؤياك. انا حلمت اني دخلت في حوش ورشه وفيه زيوت في الارض ومفكات وبعدها جلست امشي. انت متزوج يا اخوي ابو سعد؟ اكيد متزوج الله يحفظك. اجل سعد وش ذا؟ وش ذا السؤال الغبي؟ طيب وش بك عصبت؟ بعدين في ناس كثير اسميهم ابو فلان وهم ما تزوجوا، يعني كنيه. لا متزوج الله يحفظك. تقول وقفت داخل الحوش وعجزت تمشي. نعم يا شيخ. سيارتك جيمس؟ لا. اجل جيب؟ لا. اجل ديدسون؟ لا يا شيخ. كابرس؟ لا. هذا والله النشبه. عندك سياره؟ لا. كان عندك سياره اول؟ لا. طيب ناوي تشتري سياره؟ لا. طيب وليه ما تشتري سياره انت وجهك؟ على العموم انت تبي تشتري سياره وتبي تسافر عليها وانت اللي تسوق ويبي يجيم عليك ملقير ويخبط ولا تقدر السياره تمشي وراح تدخلها بحوش ورشه وتوقفه وبعدها تنسرق السياره للاسف. مستحيل يا شيخ. شلون مستحيل؟ لاني كفيف يا شيخ الله يجزاك خير. شلون اسوق السياره؟ سوف تحدث معجزه الهيه ويرجع بصرك بحول الله، ثم تسوق السياره وعندما يخبط عليك القير ترجع كفيف مره ثانيه، يعني ترجع حليمه لعادتها القديمه. انت نصاب يا شيخ. الو، يبدو انقطع الاتصال مع ابو سعد. هذا ايميل يا فضيله الشيخ يقول اني رايت اني داخل مزرعه كبيره ثم فجاه صرت اكل اعواد صفراء. انت اخي السائل سوف تشتري مزرعه عليها دين للبنك الزراعي وسوف تزرع وتخسر وتاكل تبن. يا شيخ صاحب الرؤيه من رجالات البلد المهمين، نعم اسمه موجود وله ثقله بالمجتمع. قاطعتني بارك الله فيك اخي المذيع ولم تجعلني اكمل التعبير. بعد ان تاكل تبن يتحول التبن الى شوكولاته وتنتج المزرعه من الخير شيء كثير، وبعدها يتضح ان المزرعه حره لا يوجد عليها ديون للبنك الزراعي وانما الديون على مزرعه مجاوره لها، وتعين خير يا طويل العمر ورقم حسابي موجود عند الاخوان في الكنترول.